الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. تم بحمد الله تعالى اليوم السبت الموافق 5/9/2020 الرسالة 6 من لحوم الأضاحي وقدرها 4 طن، ليكون إجمالي ما تم إرساله إلى المديرية حتى الآن 19 طن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. إنه في يوم السبت الموافق 5/9/2020 وصلت عربة محملة بها 4 طن من لحوم سموك الأضاحي إلى مديرية أوقاف الجيزة، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم سموك الأضاحي 30 طنا، يتم توزيعها حسب توجيهات مع الأستاذ الدكتور وزير على الأسر الأولى بالرعاية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بفضل الله ومشيئته وصل اليوم السبت الموافق 5/9/2020 الدفعة 9 من لحوم الأضاحي إلى مديرية أوقاف الأليوبية وقدرها 4 أطنان، سيتم تسليمها إلى 9 إدارات فرعية تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتعليمات معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وبذلك يصل إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف الأليوبية حتى الآن إلى 29 طن. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العمل في ميزان القائمين عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله، وبعد. تسلمت اليوم مديرية أوقاف القاهرة 3 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الإدارات الفرعية اليوم الموافق السبت 5/9 لتوزيعها على الإدارات الفرعية، كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف وإلى جميع العاملين بهذا المشروع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، والسلام عليكم ورحمة الله.